انت فين روح؟ مارينا دبي لو سمحت. اوكي انت اركب، اركب رفيق. هالحين ضاع منكم لقب بطل العرب. العرب. يا مدحت، صلعت. عدي منه، عدي منه. هوب، شوف ابن اللذينة قافل عليا. يا ابني دوس اكس او وبعدين او، وانت هتتزفلط وتنط من فوقه. ودي هعملها ازاي على المحور عبدين؟ هجيب منين عربية فيها اكس او عشان انط من فوق عربيات الناس؟ انا ممكن اعمل لك اكس او في التاكسي بتاعك ده، ما تقلقش خالص. هتتزفلط هتتزفلط. بس انا هجيب التاكسي فمش هينفع العب فيه، صاحب المعرض يحبسني. ايه حوار الجديان اللي انا سامعه ده؟ العب وانت ساكت، احنا بندربك على سنس السواقه. اكس او ايه اللي هتركبوها في التاكسي؟ الو مين؟ دبي. بص يا صلعت، طالما هتشتري تاكسي من المعرض يبقى لازم تعرف أهم قاعدة للعربيات في مصر، القاعدة اللي بتقول هتصلح في التوكيل هيتخرب بيتك. اتعلم دايماً ما تدخلش في لجنة أو كمين وانت مولع نور العربية، لازم تطفي النور وإلا هيزعقولك. عادي إن الإشارة تبقى حمراء والناس كلها واقفة، بس تلاقي اللي وراك عمال يديك كلاكسات عشان يعدي. اوعى تسأل نفسك هو عايز يعدي يروح فين والإشارة حمراء، سيبه يكلكس، عشان لو اتخانقت مع كل واحد بيعمل كده مش هتروح بيتكم. واوعى اوعى يا صلعت تمشي ورا عربية سايقاها واحدة ست. الستات عندنا في مصر بيسوقوا بعشم جدا، زي عشم أم بتتمخطر في فرح ابنها. تمام، طب لو لقيت وراي عربية سايقاها واحدة ست؟ تهرب، تهرب يا صلعة، تهرب. حضرات السادة الركاب، نستعد الآن للهبوط بمطار دبي الدولي. عايزين سقفة كبيرة قوي بعد الهبوط اللي هتشوفوه دلوقتي. يلا بينا يا قوي. تأخرت عليا ليه كده يا سوبر هنيدي؟ أنا بضيع، اللقب بيضيع مني ومن مصر. ما تقولش كده، العربية بتاعتك تمام وفوزي هيظهر إن شاء الله. هو أكيد بيشوف غلاوته عندك، بس أنت هتدخل السباق بتاعك وهيكون معاك ملاح أنا اللي مدربه على السواقة، حجر بيت إيدي بقى. مين؟ أقدم لك صلعة مان، أحسن سواق في مصر. وده هيعرف يبقى الملاح بتاعي؟ وهي دي شغلانة يا كابتن مدحت، ده هيقول لك خش يمين خش شمال، هدي افتح دوس بنزين، مش شغلانه يعني، ده اقل سايس في مصر ممكن يحترفها. ما تركزش في وشه بس عشان تحبه. ها قلت ايه؟ الوقت بيجري. الامر لله. ايش هالمخلوق الغريب العجيب؟ عموما الموضوع انتهى، اللقب ما عاد لك يا مدحت. انا حبيتك قوي يا كابتن مدحت، وان شاء الله هنرجع مصر ومعانا اللقب. سوبر هنيدي ما لقاش فوزي برضه؟ انسى فوزي ده، انت معاك سوبر صلعب. قول يا رب. المهم عندك كاسيت في العربيه؟ ليه؟ عامل لك توكتيل يونسنا في السباق، شوية أغاني أنا بتفائل بيها جدا جدا. ما في حل تاني. يلا يا بطل العرب، بتمنى لك التوفيق اليوم يا بطل العرب. من قلبك يا تميم؟ من قلبي. احنا اخوات يا مدح، بالحضن بالحضن والله والله. حبيبي انت يا مدح. ربنا يوفق خسارتك يا صلعة.
يخرب بيتك، انت جاي تنام هنا؟ انت فاكر نفسك سايق نص نقل على طريق الفيوم؟ اصحى اصحى، ما توديناش في داهيه. يا دي النيله يا دي النيله، يخرب بيت شرطك السودا يا عمو. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى يا رب؟ هات امي، ما انا سايبك. اكس او، دوس اكس او يا صلعت وتزفر من فوق. ده شكل الموضوع طلع بجد. او شكلها امك اللي جايبها لك يا غالي. ألف مبروك لمصر.